نحن عائلة من حمص من حي الوعر، وزوجي مريض على كام سفنجي، يعني سفنجتين ثلاثة قاعدين عليهم، ونحن عائلة مكونة من أشخاص. في كتير لوازم للبيت ناقصة، سفنجات، عدة مطبخ، يعني الوضع يرسى له. ما قلنا قريب، ما قلنا حدي، ما قلنا قريب، ما قلنا حدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بتاريخ 17/1/2018 تقوم الأمن منظمة هاند إن هاند بتقديم بطانيات لأهل النازحين من منطقة الوعر والقاطنية في مدينة إدلب، وذلك بتوزيع بطانية واحدة لكل شخص. المشروع هو ضمن سلسلة مشاريع تقوم بها منظمة هاند إن هاند في حملتها الجديدة، وهي دفء الجميع مرادنا، وذلك لتغطية قسم من الاحتياجات الشتوية لأهلنا النازحين. طبعا منطقة إدلب تشهد نزوح كبير في ظل الهجمات المتتالية عليها. نقوم الآن باستهداف العوائل النازحين من حي الوعر الواقع في مدينة حمص بإذن الله تعالى. يا ديمة بذل تعطينا، هلت بعطاء تسقينا، أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا. يا ديمة بذل تعطينا، هلت بعطاء تسقينا، أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا. يا ديمة خير وعطاء، ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور.